مرض، في فقر، في جهل. فهمت يا حضرتك؟ مفيش اي خدمات، مفيش اي رعايه صحيه، مفيش اي حاجه من دي خالص موجوده هنا. مفيش حد بيسال عنهم خالص غير ان هم يجوا يقبضوا علينا ان احنا ما دفعناش الايجار متاخر او ما دفعناش النور، عاملين لنا ممارسه واحنا مدخلون على حسابنا اخر ما تعبنا من سنين سنين واحنا بشغلين على لمب الجاز. بنلموا من الزباله ونقل وراضين بعطيه ربنا، لا عايزين شقق ولا عايزين حاجه، احنا عايزين يخدمونا بس شويه يدونا الدار ديت ويبنوها لنا بدل ما احنا شايلين الحلل على دماغنا. شيلوا الدون اللي علينا ماشي، وشيلوا الدون بس اللي علينا يا ابني، بدل ما بيحبسونا. انا واحده من الناس سن 60 سنه وكنت محبوسه سنتين عشان مجلس المدينه لا كده، وبرضك السكه الحديد هتحبسني وانا وغيري 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 وغيري، برضك مديلنا تروسيكلات من مجلس المدينه ماشي، بدل خدوا قبل الثوره خدوا العربات الكارو منني وادونا تروسيكلات 100 في مجلس ناصر و100 في مجلس المدينه، ما دفعناش بيحجزوا علينا ويحبسونا ماشي. واحنا عايزين نوصله برضك وصوتنا للشعب المسؤول يجي يشوف حاله الناس الغلابه اللي صعبه على الكفر دول ماشي، عشان احنا ناس برضك مسلمين وموحدين بالله وعايزين نعيش زي ما خلق ربنا. المشاكل اللي بتواجهنا هنا مشاكل كتير، ان احنا بالنسبه لنا احنا طبعا احنا طبعا ثلاث اربع ناس هنا متعلمين ماشي، وفي نفس الوقت قاعدين في الجزء زي ما انت شايف، لا في صرف صحي وكهرباء داخلين على الجودة الذاتية والميه، وفي نفس الوقت الحكومه مش سايبانا في حالنا جايبين علينا ديون. طيب مفيش صرف صحي ومفيش كهرباء ومفيش ميه؟ جايبينها بالجودة الذاتية على حسابنا كهرباء. دفعونا فلوس. وايه اللي نفس الوضع. ايه اللي انتوا عايزينه من الحكومه؟ عايزينهم هم يبعدوا عننا يسيبونا. يعني هم جايبين علينا ديون، مش كفايه اللي احنا فيه، لا جايبين علينا ديون. اللي هو مطلوب منهم يرفعوا الظلم عن الناس ده. تمام. الظلم اللي هم بيظلموا للناس ده هم يرفعوا الظلم عنهم، التعدي اللي هم بيطلبوه. سيبوا الناس، يعني المفروض الناس دي تاخد فلوس ان هم ينظفوا لهم البلد، بيقولوا مش هيكفلوا الزباله.